بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله عدد الرمل والحصى وزينة العرش إلى الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله الذي ذبح أولاده بشط الفرات دون أن يدفع عنهم الضيم والبلاء حتى التحقوا بالرفيق الأعلى طيبي العريكة معروفي المناقب مشهوري المذاهب، لم تأخذهم في الله سبحانه لومة لائم ولا عزل عازل، عبدوا الله صغارا وحمدت مناقبهم كبارا، وكانوا للمسلمين خيرا نصحاء، زهدوا في الدنيا زهد الراحلين ورغبوا في الآخرة رغبة الآملين، وجاهدوا في سبيل الله فاختارهم شهداء. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أتدرون أي نفس نزعت إلى قتالنا؟ أم بأي رجل مشوا إلينا؟ ولا أظنكم تجهلون من قست قلوبهم وغلظت أكبادهم وطبع الله على أفئدتهم وختم على سمعهم وبصرهم وسول لهم الشيطان وأملى لهم وجعل على بصائرهم غشاوة فهم لا يهتدون. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، ها هم بنات رسول الله يساقون بالصياد على يد أشر الناس وأبغضهم إلى الله، يساقون أطفالا ذوى عودهم ونساء ضمرت وجوههن وإماما يسار به فوق رمال اللظى، لك حاجة يا ابنة رسول الله؟ ما بها؟ بها الذي أراده يزيدك بأهل بيت رسول الله. والله لو عاد الأمر لي لأطلقتكم جميعا. تتأسون لحالنا وأنتم تمدون نواصيكم لأمراء السوء يديرونها كيفما شاءوا؟ هداكم الله إلى جادة الرشد والصواب. يا ابن رسول الله، ألا تكلم هؤلاء الجند بما يغير حالهم؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أشفقت على هذه الطفلة فأتي إلينا ببعض الماء نخفف عنها احترارها، أحرص أن تأتيني بماء طهور لم تمسه أيدي هؤلاء السكارى. Thank you.
ريان تعال. ما هذا الذي بيدك؟ إنه ماء يا سيدي. ماء؟ ولمن تأخذه؟ إليهم، طلبوه لعلاج احترار طفلة من أطفالهم تنتابها الحمى. أرني. ألا تخجل بأخذها بنصف ما تكتسب؟ أزيدها يا سيدي؟ لا، أنا أزيدها لك. اقترب. والآن خذها إليه. هيا، ما بك بوشمت؟ خذها وليشفوا مرضاهم بها. هيا هيا. لا تثريب عليك، فقد أمناك فأتمنت، وامتحناك فكنت ناصحا لنفسك. ليث، السلام على أبي الأسود الدؤلي. وعليك السلام ورحمة الله يا ليث، ألا تدخل؟ ما جئت ضيفا، وإنما جئت لأطلب النفرة والنصرة. النصرة؟ نصرة من؟ نصرة أبي عبد الله الحسين. هيهات هيهات، والله قد خسرنا الفوز معه وأخطأنا السبيل إليه ونحن في غفلة من أمرنا، فما علمنا مقصده إلا بعد أن تلقفته سيوف الإثم والعدوان. أفإن عاد الحسين وطلب إليك أن تؤمن أهله وتذود عنهم، تجيبه يا أبا الأسود؟ قل يا ليث، ما وراءك؟ تهيأوا رحمكم الله، وصابروا وانفروا، وقاتلوا من هتك الدين وأباح حرمة المؤمنات والمؤمنين وأجاز لنفسه سبي حرائر رسول الله وعصى رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ومن تبعه إلى يوم الدين. سيروا رحمكم الله.
من أنتم؟ وماذا تريدون؟ أطلق سراح السبايا. ويحكم، أما تشفيتم بقتل سيدهم الحسين الذي خشيه مولاك يزيد؟ فما حاجتكم بالنساء والأطفال؟ أعطي الأمر بإطلاق سراحهم وإلا قطعت رأسك. الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيدا وجعل العبيد بطاعتهم ملوكا. إذا لم تتكلم أقسم لا جعلنك تنظر إلى لحمك وهو يشوى أمام نظريك. هيا، أين ذهبوا بهم؟ والله لو كنت أعرف مكانهم وقطعتني إربا إربا لما دللتكم عليهم. أبشر أيها الوالي. أين هم؟ إنهم ينزلون في قبيلة دؤل. ويحك يا أبا الأسود الدؤلي، تعلن مناصرتنا وتبطن عداوتنا؟ والله لأجعلنك عبرة لشيوخ القبائل ووجهائها. دماءكم وبعثوا إلينا بآل الحسين نسير بهم إلى الخليفة. والله لن تمسوهم وفينا عرق ينبض. إما أن ترجعوا وإما ننتصر أو نموت دونهم، لا نأسف على حياة بعدهم. ألا تتركينهم يا درة؟ ولك الأمان أنت ومن معك. لقد خبر قتالنا هؤلاء الأجلاف الذين معك، فاستعذ بالله وارجع عن غيك أيها الوالي، ودعنا نسير بآل الحسين إلى مدينة جدهم، لعل الله يكفر عنك. الله لا نذهب إلا وهم معنا. إذن فأبشر أيها الجلف بباس سيوفنا وطعن رماحنا. ألا تشترين حياة أبا عزيز؟ لا، ذودي عن بنات رسول الله يا ابنتي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قاتليهم يا ابنتي، قاتليهم، فإنهم كقوم نوح، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ومن حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجى وأسرع لمجيء ما يحذر. قاتليهم. سنرى من يكون الخبيث أيها الشيخ الخرف. أبي أبي أبي. خذيه، لا حاجة لنا به. آشركم الله فدعونا نقاتل معكم.
فنحن أحوج إليكم من حاجتكم إلينا، ونحن أولى بالدفاع عن أنفسنا. معونتي من الرب الذي صنع السماء والأرض. أنهكنا الطريق فقلنا نرتاح قليلا في دياركم. إنها ديار الرب، ولكن من أنتم؟ نحن جند خليفة المسلمين يزيد. قد لا يسعكم الدير كما ترى. نعم.
معنا أمانة للخليفة، ونخشى أن نقع في شرك أعدائه فيخطفوها منا. لما فعل هذا؟ أهي صدقة؟ هذا طعام الرب وأنتم ضيوفه. أتسمح لي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الخمر الغياضة. إن كان جدك محمد نبي الله ورسالته رسالة الحق، فلما لا يستجيب لكم ربكم فينقذكم من القتل والأسر والسبي وأنتم بضعة من نبيه كما تقولون؟ أما كان عيسى بن مريم رسول الله آتاه الكتاب وجعله مباركا، فلما تقولون إنه صلب؟ ولما قتل بطرس ويوحنا وآخرون وهم من أهل ملته المخلصين على يد أهل البغي؟
وإن كان للمسلم على المسلم مظلمة فما يؤخذ منه؟ يؤخذ من حسنات الظالم ويدفع للمظلوم. وإن لم يكن للظالم حسنات؟ يؤخذ من سيئات المظلوم ويحط على الظالم. سمعناك تتكلم وتدعو زاهدا، فما هو الزهد؟ أعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع، وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين، وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا. ألا وإن الزهد في كتاب الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وما هي أفضل الأعمال عندكم؟ هي أفضل الأعمال عند الله سبحانه، فما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسوله أفضل من بغض الدنيا، وإن لذلك شعبا كثيرة، وإن للمعاصي شعبا، فأول ما عصي الله به الكبر، وهو معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين، والحسد وهو معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله، فتشعب من ذلك حب النساء وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو وحب الثروة، فصرنا سبع خصال اجتمعنا كلهن في حب الدنيا، حتى قال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هل صدقت ما قال علي بن الحسين أن الله يبتلينا ليميز الصادق من الكاذب؟ رأيناك تتكلم معه، ماذا قال لك؟ ماذا يقول رجل صبت عليه الابتلاءات صبا؟ قتلوا أباه وأحبته ثم وضعوا رؤوسهم في صناديق يراها كيفما التفت، ثم يحمد ربه. فإليك أفر ومنك أخاف وبك أستغيث، وإياك وإياك أرجو. داومي على مسح عيونها بهذا وستشفى بإذن الرب، سأصلي من أجلها. هل سأبرأ يا عمتي؟ هل سأبرأ؟ إن شاء الله يا رقية، إن شاء الله.
خولة 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 خولة. الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله الذي أهلككم ومكن الخليفة منكم. يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ وما شأنكم أنتم بالقرآن؟ هل قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قرأت ذلك. فنحن القربى يا شيخ. وهل قرأت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قرأتها أيضا. فنحن أهل البيت الذين خصنا الله بآية الطهارة. ويحي ويحي، أأنتم هم؟ تالله إنا لنحن هم، وحق جدنا رسول الله. جدكم رسول الله؟ اللهم إني أبرأ إليك من عدو رسول الله، اللهم إني أبرأ إليك من عدو رسول الله. لقيت بخيك يا حسين. ما كنت أظن أن أبا عبد الله قد بلغ هذا السن، فإذا شعره ورأسه قد نصلا من الخضاب الأسود. أتنكت في رأس الحسين؟ والله لقد أخذت عصاك في ثغره مأخذا لطالما رأيت رسول الله يقبله. أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وشفيعك ابن زياد، ويجيء هؤلاء وشفيعهم رسول الله. الويل لك يا يزيد، الويل لك يا يزيد، الويل لك يا يزيد، الويل لك يا يزيد. you
يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟ وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟ نكأة بدر بنكأة كربلاء. إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك. ما فريت إلا جلدك ولا حسست إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا. وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا. يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟ لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. أقسم لألحقنك بأخيك. مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب. سحقا لها
والله لأكيدن هم كيدا ما كاده سلطان برعية. لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين. أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها. اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه. هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي. كذبت ولأمت، ما ذاك لك ولا لأميرك. يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه. كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. كذبت يا عدوة الله. عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وعلمة علمه، سمح سخي
أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس، ذبيح كربلاء. بدأت تتلقى جزاء بغيك يا يزيد، أصرخ، أصرخ كما يحلو لك، فقد حان لك أن تتألم، أصرخ. فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت، فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. حسين يا مولاي، وتريد أباها؟ تريد أباها؟ حسنا، ابعثهم به إليها، ما بكما تخيفان كلب لها؟ ابعثوا به إليها لترى. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدث كلام زينب ثم كلام علي بن الحسين لغطا كبيرا في الأندية والمجالس التي باتت تغلي كحميم البركان. ذهبت مكانتي بين المسلمين، تبا لكما ولمن استجاب لمشورتكما. الآن عدمتم النصح والمشورة؟ قولا، ما الذي يمكنني فعله؟ أرى يا مولاي أن تفرد لآل الحسين بيتا يقيمون فيه ريثما تنظر في أمرهم. أرى يا مولاي أن لا تبقيهم طويلا في الشام حتى لا تمكنهم من الإمعان في فضحنا بين الناس. السلام عليكم يا أبناء العم. وعلى من اتبع الهدى السلام. لماذا تشيح بوجهك عني يا ابن العم؟ ماذا تريد؟ جئت لأعطي لا لآخذ. وماذا يمكنه أن يعطي من هو مثلك وأنت أفقر الناس حظا عند الله وأحطهم منزلة عنده، فماذا ستعطي؟ إذا كان للمسلم على المسلم مظلمة فماذا يأخذ منه؟ يؤخذ من حسنات الظالم ويدفع إلى المظلوم. وإن كان مثل هذا ظالما ليست له حسنات. يؤخذ من سيئات المظلوم ويحط على الظالم. سامحكم الله يا أبناء العم، سامحكم الله. لعن الله ابن مرجان الذي أنزلنا هذا المنزل، فلو كان لي علم بما سيفعل لدفعت الحتف عن أبيك ولو بهلاك بعض ولدي. لقد فات الفوت وأمرت بما نزعت إليه نفسك وقتلت أبي ومن معه، فما الذي تريده؟ ما أقل حياءك وأصطف وجهك، ما أقل حياءك وأصطف وجهك. تقتل أخي وأهل بيتي وتعطيني عوضا عنهم؟ والله ما رأيت كافرا أو مشركا شرا منك. ماذا تريدون إذن؟ أريد أن تعيد إلي رأس أبي وأن تعيد إلى النساء ما استلب منهن، ففيها مواريث الآباء والأمهات. وإن كنت تريد قتلي فأرسل مع العيال من يوصلهم إلى مدينة رسول الله. أما رأس أبيك فلن تراه، وما أخذ منكم لن يرد إليكم. أما النسوة فلن يعود بهن غيرك، وقد عفوت عنك. عهدنا إليك برعاية وصحبة ودائع رسول الله إلى يثرب. حبا وكرامة يا مولاي. لئن أخرجتهم نهارا يا مولاي تجمع حولهم الناس مودعين، لربما جعلوا من الناس سلطانا يحتمون به منك ويثورون عليك. إذن فليسر بهم ليلا في الظلام بعيدا عن عيون الناس. مرني يا امرأ رسول الله. هلا عرجت بنا إلى كربلاء
فنجدد عهدا بقبر أبينا. إني لأرجو الله أن يكرمني بهوانكم. وقد استجاب الله لدعاء الإمام الحسين عليه السلام وأكرمه بهوان من ظلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. صدق الله العلي العظيم. رجل وحيد يدعى الحسين.